العالم في دقيقة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبر عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية غدا قيام إيران بإطلاق حوالي 200 صاروخ على إسرائيل. البيت الأبيض يعلن في بيان أن مجموعة السبع دانت الهجوم الإيراني على إسرائيل وتنظر في فرض عقوبات جديدة على طهران. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية يقول إن بلاده لا تتطلع إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد أقصى في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها طهران بالأمس. حركة حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم في تل أبيب بالأمس أسفر عن مقتل 7 أشخاص ووقع عند موقف عربات الترام في حي يافا، ومقتل 3 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على منطقة المزة في دمشق في استهداف هو الثاني للمنطقة منذ يومين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.